استخدم إكمال المربع لإيجاد جذور المعادلة التربيعية. وعندما يتحدث شخص ما عن الجذور فإن هذا يعني إيجاد قيم X حيث أن Y تساوي 0. هذا ما يعنيه الجذر. الجذر عبارة عن قيمة X التي تجعل هذا الإقتران التربيعي يساوي 0، أي يجعل Y تساوي 0. ولكي نجد قيم X دعونا نجعل Y تساوي 0 ومن ثم نجد X، إذن نحصل على 0 يساوي 4X تربيع زائد 40X زائد 280. الآن الخطوة الأولى التي سنقوم بها هي يبدو وكأن جميع هذه العبارات الثلاث تقبل القسمة على 4، هي أن نقسم طرفي المعادلة على 4. هذا سيجعل حساباتنا أبسط، لذا دعونا نقسم كل شيء هنا على 4. إذا قسمنا كل شيء على 4 سنحصل على 0 يساوي X تربيع زائد 10X زائد 280 تقسيم 4 تساوي 70، موجب 70 أو زائد 70. الآن طلب منا أن نستخدم إكمال المربع، وفي الواقع دعوني أكتب 70 في الخارج وسوف ترى لماذا قمت بذلك بسرعة. لذا دعوني أكتب 70 هنا لكي نحصل على مساحتنا هنا، وسترون ما سوف أفعله بهذه المساحة والتي تحتوي على كل شيء نفعله في إكمال المربع. إذا طلب منا استخدام إكمال المربع، ما يعني أن نحول هذه إذا كان باستطاعتنا إلى مربع كامل، أن نحول جزء واحد على الأقل من هذه العبارة إلى مربع كامل، ثم يمكننا استخدامه لإيجاد قيمة X. فكيف نحولها إلى مربع كامل؟ حسناً، لدينا 10X ونحن نعلم أنه يمكننا أن نحول هذه إلى مربع ثلاثي الحدود كامل إذا أخذنا نصف العشرة وهو 5 ثم قمنا بتربيعه. إذا نصف العشرة هو 5 نضيف 25. الآن لا يمكنك أن تضيف 25 كرهاً إلى جانب واحد من المعادلة دون فعل شيء ما إلى الجانب الآخر، أو دون أن تطرح 25 هنا. صحيح، فكروا بها، لا أقوم بتغيير المعادلة بل أضفت 25 وطرحت 25، إذن لم أضف أي شيء إلى الجانب الأيمن. بإمكاني إضافة بليون وأطرح بليون ولا أغير المعادلة، لا أقوم بتغيير المعادلة هنا، لكن ما قمت فعله هو أنني جعلتها ممكنة للتوضيح. هذه العبارات الثلاثة كمربعين كامل، هذا 2 ضرب 5 تساوي 10 و5 تربيع تساوي 25، إذن هذا X زائد 5 الكل تربيع. وإذا كنت لا تصدقني قم بضربها وسوف تحصل على X تربيع زائد 5X زائد 5X، أي ما يساوي 10X زائد 5 تربيع، أي ما يساوي 25. هذه العبارات الثلاث الأولى تصبح تلك، ثم العبارتان الثانيتان نقوم بجمعهما. دعونا نرى، سالب 25 زائد 70، دعونا نرى، سالب 20 زائد 70 تساوي موجب 50، لدينا 5 أخرى إذن يساوي موجب 45. إذن لقد عالجنا هذه المعادلة جبريا وحصلنا على 0 يساوي X زائد 5 الكل تربيع زائد 45. والآن يمكننا من البداية إذا أردنا يمكننا نحاول تحليلها إلى عواملها، لكن ما سنقوم بفعله هنا سينجح دائما حتى ولو كان لديك أعدادا عشرية. سيمكنك أن تجد قيمة X باستخدام الطريقة التي كنا نستخدمها في أي إكمال المربع. إذا حتى نجد قيمة X دعونا نطرح 45 من كلا طرفي هذه المعادلة، وعليه فإن الجانب الأيسر يصبح سالب 45 سالب 45، وفي الجانب الأيمن سيكون لدينا X زائد 5 الكل تربيع، هذه يتم حذفها. الآن إذا نظرت بشكل طبيعي إلى شيء كهذا سأقول حسنا دعونا نأخذ الجذر التربيعي لطرفي هذه المعادلة، وربما أنك تريد أن تأخذ الجذر التربيعي
لطرفي المعادلة، لكن عندما تفعل ذلك بشكل مباشر ستلاحظ شيئا غريبا. نحن نحاول أن نأخذ الجذر التربيعي لعدد سالب، وإذا كنا نتعامل مع أعداد حقيقية وهي عبارة عن كل شيء قد تعاملنا معه، فلا يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي لعدد سالب. لا يوجد عدد حقيقي، إذا قمت بتربيعي فسوف يعطيك عدد سالب، هذا ليس ممكنا. لا أهتم للقيمة التي أعطيتها لي X، إنه من غير الممكن أن تضيف X إلى 5 وتقوم بتربيعه وتحصل على عدد سالب. إذن لا يوجد قيمة لـ X يمكنها أن تحقق إذا افترضنا أن X عدد حقيقي، يمكنها أن تحقق هذه المعادلة. لأنني لا أهتم لقيمة X التي وضعتها هنا أو العدد الحقيقي X الذي وضعته هنا، ولا يوجد طريقة تمكنك من الحصول على عدد سالب. إذن لا يوجد قيمة لـ X يمكنها أن تحقق هذه المعادلة. إذن يمكننا أن نقول أنه لا يوجد. وأنا أستخدم كلمة حقيقية لأنك في الجبر 2 سوف تتعلم أنه يوجد أشياء تسمى بالأعداد المركبة، لكن لا تقلق بهذا الشأن الآن. لكن الآن لا يوجد جذور حقيقية للمعادلة التربيعية. إذن لا يوجد جذور حقيقية لهذه المعادلة التربيعية، وانتهينا. وفي الواقع إذا حاولتم تحليلها إلى عواملها سوف تجدونه صعبا جدا، لأن هذه ليست عبارة قابلة للتحليل إلى العوامل، وأنتم تعرفونها لأنه لا يوجد جذور حقيقية.